استناني يا نبي. شريف طمني، المحامين قالوا ايه؟ جريمة تزوير ثابتة ومعتز هو اللي هيلبسها، لأن هو اللي زور وهو اللي وقع. أنا في الآخر هتتوقع عليها غرامة وبس. طب طالما كده النيابة ليه أمرت بحبسك؟ أنت مش شايفة البلد إيه اللي حصل فيها؟ مش ممكن يخرجوا حد في القضية اللي زي دي دلوقتي. المهم إن شاء الله تخلص في المحكمة. لازم نوصل لمعتز دلوقتي ونطمن إنه في أمان أو خلع، لأنهم لو مسكوه هيفتحوا القديم والجديد وكلنا هنبقى في دوامة. طب إحنا هنعرف نوصله إزاي بس؟ إحنا من الصبح بنحاول نكلمه، في الأول تليفونه كان بيرن ودلوقتي مقفول. تلاقيه ما بيردش، خايف من تتبع المكالمات. لكن لازم يتصل، لازم اطمن انه خلع من البلد خالص. من ناحيه الخلع عندي اطمن، معتز مش محتاج وصايه. برضه لازم نطمن، القضيه مضمونه اخرج من اول جلسه. المهم معتز لازم نطمن انه بره البلد. ما تقلقش احنا هنطمن عليه لغايه لما نعرف هو فين. بقول لك ايه؟ يلا خليني الحق اوصلك، يلا. شريف مش عايز حاجه؟ لا متشكر، يلا يلا. شد حيلك يا شريف، يلا. متشكر. ما تشوف لي معاك سيجاره. أنا مش عارفة إحنا هنتصرف إزاي وهنعمل إيه لو معرفناش معتز جراله إيه. أحسن حاجة تكلمي شروط واسأليها لو كانت تعرف حاجة. أكيد لو كان راح المارينا وخد اليخت كل الناس هتعرف. هو أنت يا ألفت مش مهتمة تعرفي معتز جراله إيه؟ مش عارفة، بس كل اللي أنا عارفة إن أنا خايفة، وخايفة قوي كمان. أنا مش عارفة أقولك إيه، أنا كمان متلخبطة خالص. ما بقاش في حاجة تتقال، الدنيا اللي احنا عارفينها خلاص اتهدت، واللي حصل ده شيء مرعب، وكمان محدش بقى عارف ايه اللي هيحصل. بس احنا لازم نعرف هنتصرف ازاي في كمية المصايب اللي بتحصل دي. انا مش عاوزة اتصرف في اي حاجة، انا كل اللي انا عاوزاه دلوقتي ان انا اخد فريدة وابعد عن كل حاجة لغاية ما لم نفسي واعرف انا عاوزة ايه. معاكي حق، ربنا يستر يا ألفت يا رب. صباح الخير. صباح الفل، صباح النور، صباح الورد على البنور. قرجل ايه؟ على فين؟ كلمني مسؤول الامن بتاع المارينا، اسمه ايه ده؟ نعقيد مصطفى. قال نيابه الغردقه عايزين يحققوا معايا. المهم استدعوني انا كمان. طب وهنعمل ايه؟ مفيش اي حاجه، متقلقيش. هنروح نقابلهم ونحكي لهم اللي حصل ونخلص الموضوع ده النهارده. ماشي، وهيصدقونا يعني؟ هنخليهم يصدقونا. بقول لك ايه بقى يا عم رجب؟ الواد الزفت اللي اسمه سامح ده، ان اوانه تكلمه تعمل معاه ميعاد زي ما قلنا. تمام يا ريس. طب انا همشي بقى. استني بس، احنا كلنا دلوقتي هنروح الغردقه مع بعض. هتنزلوني في السكه، هعمل مشوار، رجب هيوصلك ويرجع ياخدني واجيلك، ولما اجيلك تخش وكيل النيابه مش قبل كده. اوكي؟ اقعد. بس الراجل قال لي ان انا يا دي اللمضه والمناهده يا حبيبتي. اسمعي الكلام لو سمحت، اتفضلي استريحي. ماشي اتفضلي. احنا قلنا ايه؟ كل واحد في صنعته باشا. اتفضل يا باشا. اهو التلاتة مفنجلين، اصل بعيد عنك الكهرباء بتخلي النفر يفوق ويصهلن. طيب لو سمحت يا شيخ عصام سيبني شوية معاهم. ماشي يا باشا. باقي هادي وصول يا باشمهندس. تنسى الشيخ حمد عمران من قبيلة الحمودات من سيوة، بس الأصل يعني من قبيلة أولاد سليمان من ليبيا.
يا عم ده كان عيش وملح. طب تصدق بقى ان المعلم حجاج طلع انبه منك؟ ما خدتش معاه دقيقه وعرفني على طول. وانا اقدر انساك يا باشا، ده انت ابو الكرم كله العفو والسماح يا كبير. لا سماح دي خالتك برضه. مش فاكرني انت غابي على فكره. مش من القرمان يا ابني، من سكه تانيه خالص. افتكر بقى بتاع القرمان ده حد تاني انت افتكرته، انا اللي زرعته في دماغك. طيب نقول مثلا عمك الحاج علي معذور، الراجل اصله ما شافنيش اياميها بيطص وبس. انما انت راجل تاجر وعينك ميزان. مش كده؟ بقول لك ايه، اسمعني كويس يا سي فاضل، ولا زي ما يطلع اسمك. الفلوس اللي انت خدتها مني دي ترجع لها داير بليم، بس كان ليك حق عندي يا اخويا هتاخده وطاق تلاتة. انما بقى تستهيفني وتديني على قفايا، ده انا اجيبك ولو من سبع ارض سبع. تصدق يا ميزو انت فعلا ما عندكش ريحه الدم ولا ريحه التمييز. يا ميزو انت راجل هربان من نهب وتزوير، والحكومه بتجري وراك، ومفيش اي حاجه ولا اي حد ممكن يسندك. انا بقى من ناحيتي خاطفك واخد بالك، ومتويك في حته محدش يعرف يوصلها، ومكتفك يعني انت ما تقدرش تخش الحمام الا باذني، وبإشارة واحدة من صباعي ممكن أخلص عليك. ميزو أنت صرصار، وأنا ناوي إن أنا حد يشيل الغرف ده. طب أنا هسيبك بقى في اللحظة الخاصة دي. يا حجيجة لسه عمال تحرق في نفسك عشان موضوع القرشين عيب عليك بقى. قال الكفني جيوب. حسبي الله ونعم الوكيل. وبشر الصابرين، بشر الصابرين. الله عليك وعلى ايمانك طول عمرك طول عمرك. انا عايزك بقى تركز في شويه الاستغفار والدعاء المناسبين، عشان انت خلاص فركت كعب هتقابل وجه كريم. حرب نار في جدتك، حرب نار في جدتك. دي هو الحرب نار في جدتك. فلوس اللي انت لهبتها دي حرب نار في جدتك، يطلعوا عليك بالسم الاهالي. كذاب انت مفتري كده على الناس الغلابه. غلابه؟ انت قلت غلابه؟ انت غلابه؟ تصدق بالله انت كهربا غيرتك راجل. ده انت الظلم والافتراء لو وقفوا يتصوروا جنبك كده هيقولوا لك يا عمو. شوية خشن، شوية حياء صاد اللي خلقك ده. انا بقول لك انت خلاص فركة كعب وتقابله. بليز ما تمشوش قبل ما ناخد صورة سوا. نويت على ايه يا عم حسام؟ بعد العشاء ان شاء الله هنمشي في عربيه متقفله، هتوصلنا لاول ضرب في الجبل، وهناك هنكمل كعابي. على خيرة الله. وانت ابو سيد نويت على ايه؟ يا باشا انا هربان لسه من لومان، وماليش متوى غير الجبل، هروح مع الشيخ حسام. ماشي، انا هاجي لكم قبل العشاء، خد معتز عشان ده الحكومه بتدور عليه، وده راجل المصلحه. الاثنين التانيين حلال عليك يا عم عصام، اعمل فيهم اللي انت عاوزه. ايوه يا باشا، بس لو سلمت معتز ده للحكومه هيجرب اللي حصل له معاك ومعانا. لا 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 بلاش، مش هيلبس نفسه قضايا تانيه فوق النهب والتزوير، انه كان بيتاجر في المخدرات وانه كان مولس على السلاح للجامعات. ما تقلقش، سيب لنا الموضوع ده. شوفي بقى انت هتستنى هنا وهو هيند عليك. ماشي هستنى. انا هروح اجيب الرئيس، ما تدخليش غير لما يجي زي ما قالك بالظبط. والله فهمت، هستنى. طيب اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا مش عايزه حاجه، امشي انت عشان ما تتاخرش. يلا باذنك.
مساء الخير يا مدام. مساء النور. اهلا. هما لسه ما حققوش معاكي؟ لا لسه. غريبه قوي، مع ان انت المفروض اول واحده يشتبهوا فيها. افندم، يعني بقول ان انت المستفيده الوحيده من قتله، مش مراته برضو هتورثيه؟ انت عايزه ايه يا ست انت؟ لا ما تعصبيش نفسك، استغرب برضو ان هما لغايه دلوقتي ما سمعوش عن حواديتك اللي ماليه المارينا. انت بتقولي ايه؟ حكايتك مع الخبير الاستشاري. بقولك ايه، لو ما لمتيش نفسك ومشيتي من خلقتي دلوقتي هخلي اللي بيشتري يتفرج عليكي. اخبارك ايه النهارده؟ يا رب تكون مبسوط عندنا. انتوا عايزين ايه مني تاني؟ ده سؤال بالذمه. عايزين نربيك عشان تخرج من هنا مبطل شغل الفتوانه اللي انت سايق فيها دي ومحدش عارف يوقفك. غرقوا له الارض ميه عشان لا يعرف يقعد ولا ينام. وجابوني في النيابة وخدوني وبهدلوني. اتأخرت عليك ايه؟ في ايه مالك؟ مفيش. ايه هو اللي مفيش؟ مالك مشحونة ليه كده؟ الزفتة اللي اسمها الشروات دي. مالك؟ قابلتها من شوية، قعدت تلقح بالكلام وتقل أدبها عليا. ايه يعني؟ مالها يا مات منها؟ هي فين؟ متلقحة جوه. طب تعالي. تعالي. ثواني ده ايه يا مدام شروات؟ ايه مش شايفاني خالص؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس، انت كويسة؟ كويسة. طمنيني، الشيخ سالم اخباره ايه؟ ما اتصلش؟ لا ما اتصلش. انت تعرف حاجة عنه؟ ما اتصلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاضل ابو الروس مدام رانيا عزمي. اتفضل. حضرتك بلغت السكرتير ان عندكم معلومات مهمه عن القاتل. حصل يا فندم، واحنا دلوقتي هنحكي لسعادتك كل حاجه بالظبط. ايه يا باشا؟ ما لقيتش غير المكان المقطوع ده ونتقابل فيه؟ ما كنا اتقابلنا في اي حته تانيه، في مكتبك مثلا او في اي مكان في المارينا. يا عم اخلص، جبت التسجيل؟ تسجيل اهو يا باشا. وانا اللي اضمن لي انك معكش نسخه تانيه؟ سعاده الباشا انا فهمتك ان راجل غضبان مش طمعان في اي حاجه غير ان ما اشتغلش عند الناس. وبعدين اول ما هتراضيني كل النسخ دي هتتدمر. المهم جبت اللي اتفقنا عليه؟ اجيب لك انت بتهزر؟ وانت طالب ده شويه؟ اديني بس يومين تلاتة كده لحد ما ادبر لك الفلوس. فلوس ايه اللي تدبرها؟ هي المليون دي فلوس؟ دي ملاليين جنب اللي هتورثه. وانت شفتني ورثت حاجة لسه؟ لا يا باشا انت كده بقى مش عايز تديني اللي اتفقنا عليه، مستخسره فيا. أنا بقى أشوف لحد تاني يكون محتاج التسجيل ده. حد تاني يعني ايه؟ المدام مثلا، مرات المرحوم. وانت فاكر إن أنا هخاف لو وريته للمدام ولا للجن الأزرق؟ أنا ما بتهددش، وبعدين ما فيش أي دليل يثبت إني قتلت حد أصلا. بس المسدس اللي صورت بيه وأنت داخل الفيلا هو نفس المسدس اللي اتقتل بيه المرحوم، يعني الجريمه ثابته والمتهم واضح. مسدس ايه؟ وفين اصل المسدس ده؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على التسجيل بس. المسدس ده بقى حساب تاني خالص بالاذن. تعالى يا عم انت رايح فين؟ ما تسيبني في حالي بقى يا باشا، دورها انت في دماغك بمعرفتك. بقول لك يا جدع انت، انا زي ما قتلت عمي ما عنديش اي مانع اني اقتلك واطفنك مطرح ما انت واقف. انت هتيجي معايا يا حبيبي كده نجيب المسدس اللي بتقول عليه ده، وبعد كده نشوف موضوع الفلوس اللي انت عايزها.
روح البوكس. اعترافاته كلها متسجلة هنا يا باشا. تمام يا رجل. يا سيدي الفاضل، أنا عايز أتكلم مع الشيخ سالم شخصياً. قول له كريم البيلي ابن محمود البيلي عايزه. المرحوم محمود البيلي كان صديق عمره، والشيخ سالم كان عندنا هنا الأسبوع اللي فات في الغردقة بيطمن علينا. ما أنت عارف الأحوال في مصر عاملة إزاي. أيوه، ولما جه أسسنا الشركة اللي بقولك عليها دي سوا. الكلام اللي بتقوله ده مستحيل. طب من فضلك ممكن تبلغه الرسالة دي وتقول له إن أنا عايزه ضروري؟ أيوه أرجوك اعمل الاتصال ده فورا. اه، على النمرة دي. مع السلامة. مين اللي انت عمال تزعق فيه ده يا كريم؟ ده مدير العلاقات العامة لمؤسسة العبيدي. قالك ايه؟ ولا أي حاجة، أي كلام. بيقول لي إن الشيخ سالم ما أسسش أي محطة تلفزيونية، وإن عندهم أصلاً محطة اسمها اف ار سي. تخيلي، بيقول لي إن الراجل مسافر بقاله شهرين في أمريكا بيعمل فحوصات في كليفلاند. الحكاية يا جماعة ما تطمنش. لا، إيه القلق ده؟ الراجل تلاقيه مش عارف أي حاجة. على العموم هو قال لي انه هيوصل للسكرتاريه الخاصه بتاعت الشيخ سالم وهيبلغنا على طول. الموضوع ده فيه حاجه، انا حاسه ان فيه مصيبه. مصيبه ايه بس بعد الشر؟ يا شروات، ايه القلق ده؟ من شويه لما كنت في النيابه قابلت اللي اسمه فاضل. للاسف رمى تلميحات كده على الشيخ سالم. يا جماعه انا حاسه ان فيه لعبه. لعبه؟ ده نخرب بيته لو عمل كده. بالراحه يا كريم، محدش يقدر يلعب علينا. اكيد الموضوع ده فيه سوء فهم. عموما احنا كده كده هنستنى مكالمة السكرتارية بتاعت الشيخ سالم عشان نفهم الموضوع، وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش في حاجة. لا، انا مش قادر استنى. انا هنزل اقابل السي فاضل ده اشوف ايه حكايته. بدون تهور يا كريم. حاضر. كريم، سيب لي تليفونك عشان لو اتصل ارد عليه. سلام. سلام. اهلا كريم بيه، اتفضل اتفضل. الله، ما تتفضل. انا مش جاي اتفضل، انا جاي اعرف حكايتك مع الشيخ سالم. هي شروات هانم قلقت فوترتك ولا ايه؟ بص يا فاضل بيه، انا ما عنديش وقت للكلام ده، فيا ريت تجاوب على سؤالي. ايه حكايتك مع الشيخ سالم؟ يا عم انا ما عنديش اي حكايات مع الشيخ سالم، انا اصلا لا شفته ولا اعرفه. يعني ايه؟ احنا مش لسه مؤسسين معاه شركة، انا وانت وشهير بيه الاسبوع اللي فات. اه، انت قصدك الراجل اللي كان هنا. يا عمي ده مش الشيخ سالم، ده واحد عامل انه الشيخ سالم. ده زي ما تقول كده نصاب وشغال معايا. اصل احنا يا سيدي ومسيدك اللي انا عاملين نصبايا عليكم كده علشان نلقى فلوسكم. لو فلوسنا ده انا اوديكم في داهيه. مش عارف انت بتتكلم. لا لا لا، سيبيني. اهدى 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 يا كريم، بلاش تعور نفسك يا كريم. صاحبتك بتقول لك كده برضو يا كريم؟ اهدى، احنا مش عايزين ناذيك، احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه. فاكرني اصدق كلام الفريق ده وان واحد زيك يتجرأ وينصب علينا؟ لا، تصدق بقى وما تصدقش، ده موضوع يخصك انت. انت عارف انا ابن مين كويس؟ اه عارف طبعا انت ابن مين كويس قوي. ابن محمود بن بالي، اكبر نصاب، اكبر شيخ منصر عرفته البلد. ولعلمك يا حبيبي، الفلوس اللي انا خدتها منكم دي تعويض صغير عن اللي ابوك عمله فيا. لكن انا اجي ايه جنب الملايين اللي ابوك ظلمهم؟ الله لا يرحمه. كلمه واحده تانيه على ابويا وهولع فيك. دلوقتي وصلني بالشيخ سالم. الله، هي بتطلب معاكم كلكم بغباوه ليه؟ يا ابني افهم، مفيش الشيخ سالم، مفيش العبيدي، مفيش شركه، مفيش محطه. الفلوس اللي انت حولتها دي اتحولت على حسابي انا، الفلوس دي بقت في جيبي انا. حتى الورق اللي معاك بدل سندات الخزانه ده ارجوك تبل وتشرب ميه. كلمه اخيره، لو فكرت انك تكلم اي حماده يجيب لك فرفر على قدك كده عشان تيجي تعمل بيه كاوبوي، هفرجك على كل عيلتكم في حفله للهنود الحمر. بره هنا، بابا!
أنا مش هصبر أكتر من كده. أنا عايز أعرف كل حاجة ودلوقتي. يعني حضرتك متأكد من الكلام ده؟ اه لا لا مفيش حاجة خالص. ميرسي قوي، شكرا، مع السلامة. ايه يا بنتي طمنين في ان الشيخ سالم ما جاش مصر اصلا، ولا عنده شركات ولا عنده محطات تلفزيون جديدة. يعني ايه؟ يعني اتنصب علينا كل الفلوس اللي احنا حطيناها في محطة التلفزيون، خلاص راحت. انا كان قلبي حاسس. لا واحنا هنسكت على الكلام ده؟ احنا لازم نبلغ النيابة فورا ويجيبوا النصاب ده من تحت تقطيع الارض. كريم قولي فاضل قالك ايه؟ كريم وسامي عرف منين ان كان عمه عايز يغير الوصيه؟ معرفش، بيتهيألي كان بيتجسس على مكالماتنا او قعداتنا مع بعض. واتصرف ازاي لما عرف؟ كان متوتر جدا. انا مره مسكته بيفتش في اوراقي الخاصه وهددته انه لو عمل كده تاني هبلغ النيابه. ويا ترى بقى بلغت شهير بيه؟ الحقيقه لا، انا خفت اتكلم المرحوم عن سامح تاني، خصوصا بعد ما بلغته شكوكي في ان سامح بيتلاعب في عقود وريادات الشركه. وقلت خلاص اديني هددته بكلمتين وهتعدي. ما كنتش ممكن اتصور انه يقتل عمه. وبعدين ايه اللي حصل؟ فضلت هربان كم يوم تانيين لحد ما شهير بيتصل باماني. ده لا ميعاد علشان اقابله. كان المفروض انه هيستناني على الطريق في عربيته وراح اركب معاه. وعشان ما كنتش اعرفه جت اماني معايا في العربيه، وكان معانا زياد على اساس تعرفني بيه وبعد كده هي تمشي. بعدين طبعا شهير بيه كان مبلغ البالي بيه، وكان مرتب الموضوع مع المباحث، وطبعا ما راحش. امال مين اللي راح؟ رحنا لقينا كمين مستنينا. طبعا اول ما قربنا خدت بالي انه كمين، لفيت بسرعه البرق وطرت. كان لازم اهرب، ما كانش ينفع ان انا اسيبهم يمسكوني. لقيت نفسي مربوط بالكلبشات في السرير في القصر العيني. وبعدين جم قالوا لي مراتك وابنك تعيش انت. مش كتير طبعا، كان لازم اهرب على طول. لحسن حظي بقى انه الامين اللي كان واقف حراسه عليا كان معرفه قديمه وكنا شغالين مع بعض، كان بيحبني وعارف ان انا مظلوم، فرتبناها بسرعه طبعا. كان يعني ضربته، خدت منه مفاتيح كلبشاته وهربت. بقيت الحكايه انت عارفها. بس الامين بقى ممكن يكمل لك بقيه الحكايه بتاعته هو. امين مين؟ الامين رجب. يلا انا عندي مشوار صغير دلوقتي هروح اخلصه كده، مشوار اخراني، انجزه في السريع وارجع لك. يلا بسرعة.
معلش يا دكتور بس اخد اسم الدواء تاني. برو ايه؟ تمام. لا هو نايم دلوقتي. حاضر هدوله اول ما يصحى. معلش يا دكتور انا اسفه للزعيق. ميرسي قوي. حاضر اطمنك. مع السلامه. قال لك ايه يا حبيبتي؟ قال لي ان عنده اعراض صدمه عصبيه. هتاخد كام يوم بس تطبي على اسم الدواء ده. عايزين نجيبه. قولي لي بقى يا بنتي. نكلم مين يشوف لنا حل في المصيبة اللي حصلت؟ نكلم مين بس يا ماما؟ هو في حد هيسأل فينا دلوقتي؟ احنا ما عندناش غير ان احنا نعمل بلاغ في النيابة. بس احنا ما عندناش أي حاجة نديها لهم، مفيش غير أوصاف الشيخ زفت سالم اللي جالنا المزيف. يعني إيه؟ يعني الفلوس راحت ولا إيه؟ والله ما أنا عارفة يا ماما. بس أنا مش عارفة ليه قلبي حس إن فاضل ورا الموضوع ده. أنا أول ما هصحى هروح له. ولو اتاكدت انه فعلا ورا الموضوع ده وهو اللي دبره انا هطربق الدنيا فوق دماغه. اربطوهم كويس وتوصلوا المعلم حجاج حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا سعاده الباشا. جاهزين يا شيخ عصام؟ جاهزين. طيب انت بقى الراجل الكبير بتاعنا توزع على الرجاله وسيد حبيبك طبعا ما تنساهوش. ايوه بس ده كتير جوه يا باشا. مش كتير عليكم. ده ابو الواجب. استاذنك بقى ترمولي الخروف ده في العربيه. شنو؟ يلا سلام يا شيخ عصام. الف سلامه. مع السلامه يا سعاده الباشا. متشكرين. سلام ابو السيد. على كلام يا باشا. تعمل ايه يا باشا؟ معروف يا باشا. الف سلامه يا باشا. هاي يا رجب كمل لي وبعدين حصل لك ايه؟ حبسوني وكدروني واخروا ترقيتي. وفي الاخر عدت. ما شكوش ان انت اللي هربته؟ لا يا مدام، لو كانوا شكوا كانوا عدموني. وانت وفاضل فضلتوا على اتصال من بعديها؟ ابدا، قعدنا سنين ومن 3 سنين بس قابلته. انا ما صدقتش لما شفته واقف قدامي. عارفه ايه ده؟ يعني هيكون ايه ده؟ بتنجان؟ لا بتنجان اسمه. طب قول لي يا رجب، انت كنت سبت البوليس ساعتها؟ لا كنت لسه في الخدمه، امين شرطه وعلى وش ترقيه، قال لي سيبك من الداخليه بقى وتعالى اشتغل معايا، انا ما كدبتش خبر، تاني يوم على طول سلمت عهدتي. طب قول لي بقى يا رجب، مين اللي علمك الطبيخ الحلو ده؟ ام الله يرحمها. الله يرحمها. راح فين؟ اهدى 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 يا ميزو. اهدى يا ريس. لا ما تعملش في نفسك كده. الو، السلام عليكم. مديريه امن البحر الاحمر. انا عايز مديريه الامن التامين. باشا، بعد اذنك احنا قفشنا واحد دلوقتي مطلوب القبض عليه. مجرم اسمه معتز. اسمك ايه؟ معتز الفيوم يا باشا. طب احنا عجلناه ضرب، احنا كنا هنخلص عليه بس قلنا لو عايزينه. عايزينه؟ نموته ولا طب يا باشا ما تزعقش خلاص. طب احنا ورا المديريه، عارف الشارع الاول اللي هيزخنه؟ اللي عند القهوه. انا محمد علي عبد الفتاح سليمان. السلام عليكم. مع السلامه. انا عايزك تبقى لطيف بقى مع رجال الداخلية الأبرار يا ميزو. خلي بالك. أيوة مية مية يا ريس. مية مية. يلا سلامة يا ميزو بقى. سلامة حب. كامل يا شيخ عصام. ندي له رصاصه في دماغه ونخلص منه. لا، الرصاصه رحمه ليه. زي ده لازم يتعذب لغايه ما يموت. ايه 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 بس يا عم الشيخ؟ ايه الرحمه كويسه؟ ان الله غفور رحيم. خلاص
إذا كنت عشان تسيبوني سيبوني، خليني ربني رصاصة تفوقي وفرفر فيها، سيبوني بقى سيبوني. ربنا رحيم صح، وربنا هو اللي خلق الصحراء دي وخلق الديابة، ولو عايز ينجيك حينجيك، أما إذا كان عايز الديابة تاخد نصيبها منك فحيموتك. تفكرني إيه؟ فكرني هفية؟ فرحانين قوي بحكايه الثوره والمثورات دي. لا، انا علي، انا اللي هو علي. هيدوروا علي وهيجيبوكوا يا كلاب ويشلوكوا في الميادين اللي انتوا عاملين فيها مظاهرات دي. يا كلاب، يا اولاد الكلاب. احنا كلاب يا ابن ال... بقول لك يا معلم سيد، سيبه هو نصيبه، يلا بينا. طيب يا كلاب، ارجيكوا وقت تشيلوا في رجال التحرير اللي انتوا فرحانين بيه. مالك يا ماما حبيبتي؟ في ايه بس بتعيطي ليه؟ لا ابدا، افتكرت ابوك الله يرحمه. الله يرحمه، ربنا بيحبه. افتكره بدري، ما شافش اللي احنا شفناه. لو كان قاعد لليومين دول كان مات من حسرته. بابا لو كان عايش ما كانش حصل كل ده، ولا كانت البلد دي وقعت، ولا كان هيدي فرصه لاي كلب من الكلاب دول انهم يخرجوا من جحورهم ويتمردوا على اسيادهم. الله يرحمه. أخوكي أخباره إيه؟ الحمد لله اطمني. كلمت الدكتور وطمني، عموما اديته الدواء. سيبيه بس ينام كويس، وحطي في اعتبارك إن الحالة دي هتاخد وقت شوية. أنا بس نفسي أفهم وإيه اللي جراله؟ إيه اللي هو عارفه إحنا معرفناهوش؟ هو ده اللي أنا عايزة أعرفه يا ماما. أنا أروح دلوقتي الفاضل وهطلع من عنده على النيابة. نيابة؟ انتي مش قلتي مفيش حاجة نقولها للنيابة؟ لا، في حاجة نقولها بس ما عندناش حاجة تثبته. بس برضو كده ولا كده هطلع اعمل بلاغ في النيابة. طمني يا حبيبتي، ورحمة بابا ما هسيب اللي حصل ده يعدي على خير. الله يرحمك يا محمود. أنا الحقيقة بودي أقولك اتفضلي يا شروات واستقبلك وكده، بس الحقيقة أنا ما بحبش خالص الزيارات اللي من غير تليفونات قبلها. خير يا شروات؟ أنا عايز أفهم أنت إيه حكايتك أنت والشيخ سالم؟ الله، هو اللي إحنا هنقوله هنرجع نعيده ونزيد فيه ولا إيه؟ ما أنا قلت لأخوك إمبارح على اللي فيها. كريم ما حكاليش حاجة، أنا عايز أسمع منك أنت. لا، مش معقولة ما حكالكيش. اوعي تكوني جايه تسجلي لي اعتراف يا لئيمه. اسجل لك ده ايه؟ انت بتقولي ايه اصلا؟ ماشي، نفهمك وناخد فيكي ثواب. بص يا ستي، الظاهر والله اعلم ان الراجل اللي قابلتوه هنا ده ما كانش الشيخ سالم ولا حاجه، وان الفلوس اللي اديتوها للشيخ سالم اللي هو مش الشيخ سالم ولا حاجه طارت راحت في الوباء، وبالتالي العقود والسندات اللي معاكم دي تتفضلوا تبلوها وتشربوا ميتها. فهمتي؟ انا بسالك، انا عايز افهم ايه حكايتك انت؟ ايه اللي دخلك حياتنا؟ ايه علاقتك بينا؟ ايه دخلك بينا اصلا؟ لا دخلي بيكم ده موضوع قديم ما يخصكيش، ده بيني وبين المرحوم ابوكي اللي هو ما تجوش عليه الرحمه. اوعى تجيب سيره ابويا على لسانك. ابويا ده جزمته برقبتك، البلد كلها من اولها لاخرها بتحلف بحياته. طبعا حد يقدر ينسى ابوكي ولا ينسى جزمته؟ انت عندك فكره عن التسعيره اللي كان عاملها ولا لا؟ شوف يا سيدي، كان بياخد 4 اصفار في المجلس المحلي، مجلس الشعب 5، الوزاره 6، دخول كليه الشرطه بكيلو ذهب، قعده الريس ده ملك تاني وتسعيره اخرى. انا مش قادره اصدق اللي انا بسمعه. انا قرفانه من نفسي من اللي عملته معاك. واحد زيك كان لازم اعرفه قيمته من الاول، وكان لازم افهمه انا مين. اللي زيك انا ادوسه بجزمتي. طب ما تيجي يا شروات المره دي
أفهمك أنا قيمتك. أصل أنت من نوع غبي ما عندوش دم، ما يفهمش إلا لما ياخد الكلام طص في وشه. أنت مين؟ أنت مين يا شروت؟ أنت يوم ما تخرجتي لقيتي وظيفة مستنياكي، خبير واستشاري وبتقبضي بالأصفار، كل ده عشان مواهبك المتدفقة يا شروت؟ ولا محلسة لأبوكي شيخ المنصر اللي كان نائب البلد الحرامي؟ انت ولا حاجة يا شربت، انت ولا حاجة. انت عارفة كام واحد في البلد دي اشطر منك واذكى منك وبيتعب قدك 200 مرة وكل اللي بيحلم بيه انه يلاقي شغلانة ياخد منها عشر اللي انت بتاخديه؟ انا اسف ان انا قلتلك انت ولا حاجة يا شروت، انت حشر. اخرس يا حيوان يا كلب. مش هضربك عشان عارف ان دي متعتك. اوعى اشوف وشك تاني يا حشره.